اليوم تختتم في مكناس فعالية الدورة 15 للمستقى الدولي للفلاحة التي عرفت على مدى 6 أيام إبرام عدة صفقات ومعاملات تجارية واتفاقيات بين المهنيين والفاعلين الحكوميين والخواص في القطاع الفلاحي، وسط التوقعات بأن تسجل هذه الدورة أقبالا قياسيا من الزوار لاكتشاف مختلف المنتجات المعروضة في أكثر من 1370 رواقا. ولا يقتصر التطور المسجل في هذه الدورة التي تتميز بمشاركة أزيد من 68 دولة على الجانب الكمي فحسب، بل يشمل كذلك الجانب النوعي الذي تعززه الهوية الفريدة للملتقى كموعد متميز لتقاسم المعلومات العلمية المحينة ونسج علاقات التعاون، علاوة على عرض آخر المستجدات في المجال الفلاحي. نستمع في هذا الإطار إلى جواد الشامي المندوب العام للملتقى الدولي للفلاحة، حاوره أيمن الأحمد. ممكن نقولوا على الصعيد العرض وصلنا للأرقام قياسية في الدورة، ولكن أيضا بالنسبة لكل ما هو علمي وثقافي والخبرة كانوا ندوات وكانوا ملتقيات بمستوى عالي جدا. البعض منهم كانوا دوليين، احتضنت هذه الدورة جوج ملتقيات دولية، الأولى حول السيادة الغذائية والثانية جمعت حوالي 30 وزير إفريقي والدولو حول تقلبات المناخية. فهذه الدورة لاحظنا واحد الاهتمام أكبر بالنسبة للجميع. المساحة المخططة ديال الملتقى زادت 10%، حيث وصلنا ل 110 ألف متر مربع ديال العرض، وثانيا 70 دولة اللي وقفت هذا المشروع، 1376 عريض على جل الأقطاب ديال الملتقى، وقطب جديد اللي هو القطب ديال المقاولة الناشئة اللي جاو بتقنيات حديثة وبرنامج عمل اللي كنراهنوا عليه أكثر في السنوات المقبلة.